معرفش ده كان الناس بتاعها يرجل بتاعها يرجل وقعت له هناك الحركة السجعي السبيلي في تزامنا مع الكوكلانت وحنا 16 أكتوبر وحنا دابا تفاعلت واحد الحالة يعني ديال التشرد وليداتي عند الجيران حنا عند الجيران ما عندنا فين نمشي ولا والو يعني ضاعوا لنا الحوايج ديالنا كاملين خسائر كاملة ما بقى لنا حتى شي حاجة في الدار وحنا طلبنا انا باش نعملوا الدار يعوضنا ولكن هو تيقول لك انا ما عنديش العقل اللي يعوضكم الله مع انه هو ميسور الحمد لله يعني ما خصو حتى شي خير وزيادة على هذا الشيء تعرضنا للضرب لأن كنا جالسين قدام الدار ما عندنا فين نمشيو وتعرضت انا للضرب من طرف الزوجة ديال مول الدار واختها والعائلة ديالها ونهار نهار 19 بالضبط السبت في الليل مع نهار العشاء يعني تعرضت للضرب والتعنيف ومشيت درت محضر عند البوليس ودليت هذيك السيده هي واختها ولكن لحد الان باقي ما داروا معاهم حتى اجراء من الطرف تيجي تيقول لي تنازلي ولكن هي ما دارت معايا حتى شي حل ما جات لها قسمه اعتذار ولا والو مازال زايده في التعنيف معايا وكلام خايف فيما تتشوفني يعني وليت تنخاف منها لدرجة أنني ما بقيتش قادرة نمشي لهذيك الدار باش نشوف شنو باقي عندي ولا هذي هذا هو المشكل دابا أنا كنوجه يعني للجميع المسؤولين الناس الصحافة كلشي باش يوقفوا معنا في هذه المحنة ويساعدونا هذا هو الطلب ديالي يعني ما بقى عندنا لا فين نمشيو يعني مرة نباتو عند الجيران كل مرة فين نباتو عند عبوزتي عندهم الدار صغيرة مشاو لنا حوايجنا غير الناس الله يجازيهم بخير الناس تا هما اللي خدامين معايا تعاونوا معايا والناس اللي تعطونا سميتو الحوايج بالوليداتنا ولينا حنايا يعني تنعيشوا واحد الظروف اللي لا نحسد عليها وعاد زيادة على وليداتي صغار بنتي في مستوى السادس وكانوا جميع نداء لصاحب الجلالة والله ينصرو الله يخلي لنا باش يساعدنا في جنبنا ويسمع النداء ديالنا وبنتي عندي في المستوى السادس تعيش واحد الحالة نفسية خايبة بزاف لان حضرات المشكل منين طرا من الاول فاش العافيه يلاه ترمات عندنا في الكولوار ودخلت لينا الشرج من الكوزينه وبدا الحريق بقات هي واقفه هي الناس ما جيتهم بخير هما اللي عتقوها ليا خرجوها من وسط العافيه ما بغاتش تخرج ونشد الان تنقلبوها لها شي جمعيه باش يعني تشوف تخرجها من هذه الحاله النفسيه اللي كتعيشها ما بقاتش قادره تمشي للمدرسه ما بقاتش تتواصل مع الناس عاد وليد الصغير اللي عندي حتى هو ولا معصب بزاف ملي شاف ديك الضرب اللي تعرضت ليه حضر ليه شاف الناس فاش تيضربوني وتحاموا عليا يعني حتى هو ولا تيبكي تيدخل عليا في الليل يعني واحد الحاله لا نحسد عليها ما كاين ما نقول لكم يعني ظروف خايبه بزاف وحتى خدمتي انا ما بقيتش قادره نمشي ليها لان ديجا عندي الاعصاب كنت نتبع مع طبيب الاعصاب وليت تمشي للخدمه تنطيح فيها تيجوني دي كريز جاتني كريز يعني في ديك الحاله فاش كانت الحادثه ديال الحريق هزوني في لومبيلونس يعني وشافتني بنتي وزادت تعقدات اكثر من شافتني في هذه الحاله باش نقول لكم يعني واحد لا واحد يعني واحد الحكره ملي كتحس واحد يعني واحد الحكره انسان حاقرك حيت انت ما عندكش يعني انت ما عندكش انت ما يعني يلا انا تنتكافى انا وراجلي وراجلي غارق كريديات انا تنتكافى انا وياه انا جلست عطاني الطبيب 20 يوم بسبب هذا الضرب هذا في سيفيل جلست ما كاين لا فلوس لا ماندا لا والو يعني اشنو كان يعني واحد ما يسال ما تبقي واش لعنو ديالهم ما تبقي واش ليه وفي الاخر تيقول لنا سيرو فحالكم واش عندنا العرس هنايا واش حنا جالسين في العرس حنا محروقين في ديورنا و تيقول لنا واش عندكم واش عندنا العرس ممكن نتو سيرو فحالكم و تعيدو لنا الكراسة و تيضربو فينا و حنا منمشيوش لبسنا هي عند الجيران هما اللي دخلونا هما اللي تيعطيونا ناكلو هما اللي في يعني داء صاحب الجلالة الله يخلي لنا ماشي مدينة يد المساعدة الله يجازيكم بخير نتمنى النداء ديالي يوصل لكم وتساعدونا نشوفوا الحال